اليمن بعد اندلاعها حازت مؤخرا على جائزة نوبل للسلام للعام 2011، وفوق كل ذلك فهي زوجة وأم لثلاثة أطفال. توكل، مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. سيرة ذاتية خصبة في فترة وجيزة. الكل يطلب مني أن أترفق بك، ولكن كيف أترفق بامرأة تحمل هذه السيرة؟ يبدو أنه علي أنا أترفق بك يعني. زوجك يجلس متربصا في الخارج. إن شاء الله الحلقة تمر على خير. الله يعين. تفضل أستاذي. كانت مخاوفنا من ألا تتمكني من مغادرة اليمن، وبقينا نتواصل معك لحظة بلحظة حتى أقلعت طائرتك بعد أن كدت تمنعي من المجيء إلى الدوحة. كيف كانت قصة خروجك أولا من اليمن؟ أنا حقيقة للأسف لم أمنع من الخروج من اليمن. كانت هناك إعاقات وأنا في طريقي يعني إلى الدوحة، يعني صدر جوازي لمدة حوالي كذا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وكانت كاد المطار يعني يضج بثورة جديدة. كنت تعمل خيمة في المطار يعني؟ لا، كنت أسقط المطار يعني، فكنت أقول يا ربي ياخذوه يعني. فكنت ذاك الوقت يعني أقول المفروض أني أهتف أنه الشعب يريد محاكمة السفاح، لكن داخل المطار؟ داخل المطار يعني أحدث نفسي. يعني هل تجمع الناس داخل المطار؟ بدأت تحدث نوع من الجلبة أنه لماذا أخرت، وحقيقة أنه استقبلت باستقبال رائع من الجميع، جميع من في المطار، حتى المسؤولين في المطار، الأمن القومي والأصحاب المطار ويعني اللي المضيفين وغير المضيفين، الناس المسافرين يعني دول يعتبروا جزء من النظام يعني. الثورة أخي الكريم وصلت إلى كل بيت وإلى كل قرية وإلى كل شارع، لم يبقى ما علي عبد الله صالح غير اللصوص وغير البلاطجة، هي موجودة في نفس كل يمني. وبالتالي أنا أمس أمام أم عيني شفت يعني إنه هذا المطار اللي مطروح حوله يعني هلمة كبيرة، إنه كل من داخلها ذولا مع الثورة قلبا وقالبا، لكن لولا ويعني هي الأوامر العليا هي التي وجهت لهم بمصادرة جوازي، ومن ثم لما تركت لهم الجواز قلت لهم خلاص خلوه أنا راجعة، فيعني بدأوا يعيدوا حساباتهم وأعادوا لي. عموما السؤال حقك. أنا أشكرك أولا. تفضل. أنك جئت إلى الدوحة في أول خروج لك منذ بداية الثورة، وأول مرة تتركي خيمتك. نعم. وأول برنامج على الهواء تشارك فيه، وأول محطة تلفزيونية أيضا هي الجزيرة. شكرا لك على هذا. وأبدأ حواري معك حول توقعاتك، هل توقعت أن تفوزي بالجائزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لم أكن أتوقع أني أفوز بالجائزة، ولم أكن أعلم حتى بمجرد ترشيحي لها. لم تعلمي بترشيحك؟ أبدا. ولا تعلمي من الذي رشحك إلى الآن؟ لا شيء، لا شيء. أنا كنت جالسة في خيمتي ويعني بكتب على اللابتوب بعض الأشياء، وفجأة أحد الزملاء بيتصل لي ويقول لي توكل مبروك. على إيش مبروك؟ مبروك حزتي الجائزة. أنا كنت أتوقع أنه حق فورن بوليسي، لأنه تواصلوا معي في فورن بوليسي، وكنت على أساس برسل لهم مجموعة من الأسئلة، أرادوا مني مجموعة من الإجابات. فقلت كيف أنه يعني سيعلن عن الجائزة وأنا لم يعني أبعث بالإجابات بعد. فجأة يتصل لي زميل آخر ويقول لي نوبل نوبل يتوكل. إيش من نوبل؟ فحقيقة أنا فرحت بطريقة لا يمكن تتصور يعني. إزاي؟ أوصفي لي لحظة إبلاغك بالفوز بالجائزة وأنت تجلسي في خيمتك في ساحة التغيير في صنعاء وسط آلاف أو عشرات الآلاف من الثوار اليمنيين السلميين، وأنت المنسقة لشباب الثورة السلمية في اليمن، بلغت بالفوز بأكبر جائزة على الأقل موجودة في العالم وهي نوبل للسلام. أنا حقيقة فضل الله أولا أخيرا فرحت فرحة لم يعني لم أشهدها طول حياتي. يعني دائما كنت أقول إنه ولا زلت أردد هذا، إنه نحن نحلم بلدنا أن يعني أن يكون سعيد، ولا بد عليه أن يكون سعيد. فأنا مجرد أني سمعت هذا الخبر وأتاني داخل خيمتي داخل ساحة التغيير،
يعني شفت الفرق الكبير، كل الغمة التي كانت تمر بها يعني اليمن طيلة 33 عام، والثورة اللي الآن اللي في المؤامرات عليها داخليا وخارجيا انه بدأت تنزاح عفوا. فشعرت انه الفرحة هذه كلها ما كانت حقيقة لي، بقدر انه شعرت انه الثورة انتصرت. الآن هذا اعتراف دولي كبير بانتصار سلمية الثورة. تذكرت هذاك الوقت هذا انه في مصر احنا ثورتنا انجزت يا استاذ محمد، احنا استطعنا. لا زال امامكم الكثير، الكثير في بناء الدولة وليس في لا زال النظام قائما والرئيس على رأس السلطة والحكومة معترف بها في كل مكان. هذا غير صحيح، هذا غير سآتي صحيح. للتفصيل. طب اكمل لك هذا الشيء. يعني احنا مؤمنين بانه اسقطنا النظام. عندكم يعني مثلا في مصر حين اسقط النظام، من الذي اعلن اسقاط النظام؟ هو في مصر لم يسقط النظام، سقط مبارك. فعلا هو كان عندكم انقلاب بالمناسبة، يعني الثورة تم استغلالها وانقلب عليها العسكر. بس عموما من الذي اعلن سقوط مبارك؟ الذي اعلنه العسكر. من الذي اعلن سقوط بن علي؟ الذي اعلن بقايا النظام. احنا في اليمن انجزنا ثورتنا، والى الان ما لا يوجد من يعلن انه هذه الثوره انجزت، وان الان الناس يدخلوا في يعني المفروض يدخلوا في المرحله الانتقاليه. الذي اعلن انتصار الثوره السلميه في اليمن اعلنه المجتمع الدولي، اعلنت جائزه نوبل. فكانت هذه الفرحه، لو تشوف الفرحه اللي يعني فرحه شباب الثوره وهم يعني يعانقوا بعضهم ويبكوا، تمر بين الخيام يعني اللحى ابتلت من البكاء، اليمن كلها رقصت فرح. ثورتنا انجزت، ثورتنا اعترف بها بسلميتها بنبلها بطهرها. فالجائزه هذه جاءت اعتراف وامتنان من المجتمع الدولي لليمنيين. طبعا هو في اسباب اخرى، لكن لليمنيين ابتداء بمحافظتهم على سلميتهم وعلى صبرهم لمده 9 اشهر. كذلك هذه الجائزه جاءت اعتراف وامتنان من المجتمع الدولي لشباب الثورات في جميع الدول الربيع العربي. اليس في هذا مبالغه شديده؟ كيف مبالغه؟ رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم قال إنك منحت الجائزة لمطالبك بحقوق المرأة وليس لمشاركتك في الثورة، والدليل على ذلك أن الاثنين اللذين شاركاك الليبريات منحوا من أجل نفس السبب وليس من أجل الثورة. عموما هو يغالط نفسه، هو يغالط نفسه. هذه الجائزة لم تمنح لنشاطي في حقوق المرأة، وبالمناسبة أنا لست نشيطة بشكل كبير في حقوق المرأة كحقوق مرأة بمفهومها التقليدي. أنا مع حقوق المواطنة المتساوية التي يجب أن تكون المرأة متصدرة لها، التي يجب أن تكون المرأة مع الرجل على حد سواء. صحيح أنهم تحدثوا في رئيس جائزة نوبل تحدث حول نضالها في حقوق المرأة، حول نضالها مع حرية الرأي والتعبير ومنذ 2006 وليس فقط من الثورة اليمنية، لكن هذه الثورة هي هذه الشهادة هي إعلان وفاة نظام علي عبد الله صالح. هذه مجرد جائزة، يعني لا تبالغي في حجمها بشكل كبير. هذه مجرد جائزة منحت لك وليست اعتراف من المجتمع الدولي في شيء. المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة يعترف بعلي عبد الله صالح وبنظامه وبنظام حكمه، ولم يعترف بكم حتى مجموعة أحزاب في أي دولة أنكم أنتوا عملتوا ثورة ونجحتوا فيها. بالمناسبة نحن مش محتاجين كثير المجتمع الدولي بأن يعترف بنا أو لا يعترف بنا. نحن نقول أن هذه مؤشر مهم، اعتراف سلمية الثورة اليمنية التي استطاعت أن تواجه كل العنف الذي قام به علي عبد الله صالح. ثورة أخي العزيز واجهت داخل شعب عظيم يمتلك ما لا يقل عن 70 مليون قطعة سلاح. واجهوا علي عبد الله صالح بمختلف أشكال القمع والعنف، واجه الصدور العارية بالRPG. تصور هذه دهشت العالم كامل. كيف يمكن لهذه الثورة أن تستمر بهذه الطريقة في مجتمع قبلي؟ السلاح يمثل